لقي سبعة وثلاثون فرداً من تنظيم داعش مصرعهم في هجوم شنته قوات خاصة عراقية بمنطقة الفاروق، الواقعة في الأحياء القديمة من الموصل. وقال قائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودة في بيان إن القوات الخاصة للشرطة تقدمت في الموصل القديمة ووصلت إلى بداية منطقة الفاروق بعد اشتباكات عنيفة طوال الليلة الماضية ولا تزال مستمرة حتى الآن.